الحلقات اللي كانوا دازوا مؤخرا توصلنا بعدد كبير من التساؤلات عبر الفيسبوك وهذا اللي من بعد منها فكرنا اننا نخلقوا واحد طريقه ديال التواصل الا وهي واحد الايميل بريد الكتروني اللي غادي يدوز قدامكم في الشاشه هو سولني @moonshort.net يمكن لكم ترسلوا لنا التساؤلات ديالكم اي واحد باغي يجي الامارات عنده شي مشكل عنده تساؤل كيف ما كان نوعه يبعثوا لنا وغادي نعالجوه في احدى الحلقات اللي غادي تكون خاصه باجابه على التساؤلات. هي كما تعرفوا ان الهجره يعني انواع متعدده كاين الهجره لاوروبا دابا حنا تنهضروا على الهجره ديال المغاربه يعني مثلا ما غاديش نطرقوا الهجره ديال الجنسيات اخرى يعني كما تعرفوا بان الهجره لاوروبا كانت ديما تاخذ واحد الحيز كبير من التفكير ديال المغاربه ولان ديما هي كانت بمثابه حلم كبير لاي واحد في المغرب الاغلبيه غادي نقول الهجره ما كايناش غير لاوروبا كاينه لامريكا كاينه كندا كاين دول اخرين كل دولة يعني عندها القوانين والضوابط ديالها. بالنسبة للخليج بدات يظهر مؤخرا الهجرة للخليج يعني من التسعينات ومؤخرا يعني ولات الهجرة على الخليج يعني عرفت واحد النمو كبير بالمقارنة مع السنوات اللي قبل. بحكم ان الخليج بصفة عامة وكالامارات بصفة خاصة علاش غنهضروا دائما على المنطقة ديال الامارات لان دافع عن الخبرة اللي عندنا في هذه البلاد يعني كما قال مونشورت هو عنده تقريبا ما يقارب 5 سنين او 6 سنين في هذه البلاد. انا دوزت في الامارات من 2003 2004 هنايا حتى الحمد لله 2013 يعني الخبره ديالتنا في هذه البلاد مكنتنا اننا نعرفوا نتقربوا من القانون ديالهم نعرفوا اشنو هما القوانين ديال الهجره اشنو هما القوانين ديال العمل في بعض الاحيان يعني كاين مثلا تيقول لك بان المعلومه هي 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 القوه يعني اي شيء في ان تكون عندك انفورماسيون غادي تحيد عليك بزاف ديال المشاكل وغادي تخليك انك توصل الهدف ديالك بسرعه. الحلقات الجايه ان شاء الله غادي كما قلنا لكم غادي تكون مستنده لك الدليل دليل ممكن تشوفوا النسخه المكتوبه ديالو على اللينك اللي كيبان قدامكم دابا واحد اللينك ممكن تحملوا منه الدليل فيه تقريبا 25 صفحه معلومات عامه على العمل والاقامه في دوله الامارات العربيه المتحده. المحاور ديال الحلقات الجايه ان شاء الله غادي تمحور فيما يلي بعجاله غادي نهضروا على الهجره مفهوم الهجره غادي نعرفوا واش انت كشخص هذا الشخص اللي كيشوف دابا الفيديو واش محتاج انك تهاجر من المغرب واش مضطر انك تهاجر من المغرب بما معناه مثلا خدام ومكتفي ذاتيا وكتصرف علاش غادي تهاجر خاصك تعرف شنو كيتسناك في هذا البلاد عاوتاني غادي نهضروا كيفاش غادي تجي لهذا البلاد سيباستيان غادي يشرح لكم مثلا بعجاله شنو هي كيفاش تجي يعني بالنسبه باش انك تجي لهذ البلاد هذه كاين بزاف ديال الطرق يعني كاين اللي تيجي من النهار الاول يعني جاي فيزا عمل يعني تيكون كما تنقولوا حنا مسوق الخدمه ديالو جاي مريقل من ضيق اوراق ديالو عنده فرصه عمل اللي ديجا تحت ليه هو موجود في البلاد كاين نوع اخر من التاشيرات اللي هو التاشيره ديال السياحيه او تاشيره زياره اللي هي تنقسم لقسمين قسم ديال التاشيره السياحيه اللي تطلع عبر وكالات السياحه او شركات الطيران وكاين الفيزا اللي زياره ولكن تيكون صعيب عليك اي تيكون كافيك واحد من العائله اللي هما مقربون يعني الاخ او الاخت او الابوين اوكي يعني من غير من هادو ما يقدرش واحد اخر يتحمل الكفاله ديالك في هذا البلاد لان القانون تو سامبلومون ما تيسمحش من غادي هاد الانواع ديال الفيزات هادو يعني فيهم بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نطرقوا لهم غادي نناقشوهم في حلقه اخرى ما يمكنش دابا غادي ندخلوا فيهم وحده بوحده و لا 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 بالنسبه للموضوع ديالنا هو ان منين غادي توصل هنايا لهاد البلاد هذا كيف ما دخلتي باي نوع ديال الفيزا ما تهمش كيفاش جيتي ولكن كيفاش غادي تحول من هذاك لو ستاتيو باغ اكزومبل ديال فيزا زياره لانك غادي تلقى العمل وغادي تحولها لفيزا ديال العمل اشنو خاصك دير فهمتي كيفاش غادي تلقى خدمه اشنو خاصك دير من يلاه طلع لك الاقامه ديالتك كاين بزاف ديال الناس تيبقى ما تيكونش عارف تو سامبلومون فهمتي ولكن هادشي تيجي مع الوقت تيجي مع الخبره وتلقى راسو بان كان شي حوايج لازم يديرهم في الوقت اللي طلعت له الاقامه ولكن تاخر بعض الشيء وهذا الشيء اللي تيعطلو في المستقبل باش انه يدير شي حوايج بطريقه اسرع غادي تشوفوا معنا ايضا انه طلعت لك الفيزا بغض النظر على نوع الفيزا تاشيره سياحه زياره او عمل شنو خاصك دير قبل ما تمشي وتشد التيكيت وتطير وتجي لهذا البلاد شنو خاصك دير اجراءات في المغرب تمشي للسفارات سابقا التاشيره تمشي وتستفسر وتوجد امورك توجد الكاش ديالك توجد هذه امور اللي غادي نناقشوها في هذه الحلقات الجايه شنو دير
ملي توصل لهاد البلاد او ثاني ثاني غادي نهضروا فيها مباشره ملي توصل لهاد البلاد شنو غادي دير كيفاش تلقى سكنه كيفاش دير واش كتعرف شي حد هنا ما كتعرفش الا ما كتعرفش تقلب على سكن شوف المواصلات شوف هنا كيفاش تخرج تقلب على خدمه في الزناقي والدور كيفاش تصيفط ايميل غادي نهضروا على المواقع الالكترونيه اللي كتساعدك انك تبحث عن عمل في الامارات غادي نهضروا ايضا على العيش في دوله الامارات العربيه المتحده كيفاش تعيش في هاد البلاد هادي شنو وكيفاش بزاف الحوايج غادي نناقشوهم بالتفصيل في الحلقه الجايه نورمالمون ملي تطلع لك الاقامه كذلك يعني شحال واحد تقول صافي وخذيت الاقامه ديالي وبالنسبه لي هو بان صافي غوصل قطع الواد ونشكرش ليه ولكن هي هات ملي تاخذ الاقامه ديالك كاين بزاف ديال الحوايج تساؤلات اخرين تعاود تطرح عليك اللي هي يعني ببساطه باغ اكزومبل كيفاش دير رخصه السياقه واحد مجوج باغي يجيب مراته كيفاش خاصو يجيب هاد السيده هادي كيفاش غادي تجي يعني الالتحاق بالزوج ديالها اشنو الاوراق اللي خاصو يكون واجد شنو هما الشروط اللي خاصو يكونوا متوفرين فيه باش يلاه ان الدوله تسمح ليه باش انه اللي تخلي الزوجه ديالو تلتحق به كاين اللي تيجي عنده طموح ديال الدراسه ما كملش الدراسه ديالو عنده باغ اكزومبل باك بلوس دو باغي يدير ماستر باغي يدير حوايج كاين هادشي هنا الفرص هادو متاحين يعني واحد الكم هائل غادي نحاولوا ثاني نشرحوا كيفاش يدفع لي زيكول كيفاش يقدر يدير فهمتي قرا كيفاش يقدر يخدم بار تايم الى كان الدخل ديالو ما تكفاش كيفاش اشنو هما المواقع اللي يقدر يدفع لهم كيفاش يتعامل مع يعني التمثيليه المغربيه هنا اللي هي السفاره والقنصليه واللي هما الممثل الرسمي ديال الجاليه المغربيه هنايا كيفاش يستخرج الاوراق ديالو بحال جواز السفر بحال البطاقه الالكترونيه بحال بغى يعني يصادق على شي رخصه ولا اي حاجه ولا يعني لا بروسيدور شنو كيفاش خاصو يدير باش يلقى الاوراق ديالو يكون غادي نتكلموا ايضا ملي تجي لهاد البلاد بهذا وتوصل وتقاد اقامتك تتبع لك الاقامه في الباسبور شنو الحوايج اللي خاصك دير غادي ناخذوا غتكون عندنا حلقات خاصه كما قلنا الاجابه على التساؤلات وايضا غتكون عندنا حلقات خاصه غنستضيفوا فيها اشخاص اللي جاوا لهاد البلاد هذه تكرفسوا في الاول ولكن وصلوا بالاخر غادي نخليهم هما يهضروا وغادي يعاودوا لكم كيفاش جا في الاول ولقى مشاكل ولا وكيفاش تغلب عليكم مشاكل باش الناس كامله تستافد غادي نهضروا لكم كما قال سيباستيان على القنصليه ديالنا في دبي القنصليه ديال المملكه المغربيه في دبي والسفاره ديال المملكه المغربيه في ابو ظبي مستوى الخدمات وطريقه الاستفاده من الخدمات ديالهم كيفاش تقدم على الجواز البيومتري الجديد تمشي بوراق كاملين كيفاش التصويره خصها تكون هكذا وما تكونش هكذا كيفاش تقدم على البطاقه الوطنيه كيفاش تصادق على العقود كيفاش تصادق على عقود الزواج كيفاش دير المعادله ديال الشواهد وهذه الامور كامله بالتفصيل غادي يكون عندنا هذا الشيء كما قلنا حنا كنحاولوا دابا بعجاله ندير لكم واحد الخلاصه على هذا الدليل اللي غيكون مصور في الحلقات الجايين اعطيناكم غير نبدا عليه وممكن تطلعوا عليه في اللينك اللي كيبان عاوتاني عندكم مره اخرى في الشاشه اسفل غادي نديروا كما قال الاخ مول شورت ان غادي يكون عندنا لقاءات مع ناس اللي تم النصب عليهم يعني الله يكون في عوانهم بغيناهم يشاركوا معنا يعني المأساة ديالهم باش تكون عبرة للناس اخرين باش ما يتوقعش ليهم ما يطيحوش في نفس العملية النصب اللي وقعوا فيها هاد الناس غادي نستضيفوا ناس في المقر ديال العمل ديالهم كذلك الى تحت لنا فرصة باش نديروا هذا الموضوع هذا تا هو يعني حاليا حنا يلا تنجمعوا في الاراء اللي هي اغلبيتها هي اراء فيدباك جيد من عند الناس اللي شافوا الفيديو الاول وشافوا الفيديو الثاني يعني الحمد لله ان كان داكشي في المستوى وكان الاراء اللي هي اراء هادفه باش تزيد هذا البرنامج هذا القدام ويكون واحد النطاق اللي نطاق ايجابي واحد النطاق اللي جدي اللي يكون تيستافد منه المشاهد سواء داخل البلد او سواء خارج البلد يعني بصفه عامه ما غاديش نطرقوا جوست الناس اللي باغيين يهاجروا لا يعني هو غادي يكون كمسار من الانسان اللي يلاه تفكر في الهجره تتوصل الهجره تتكمل الهجره تستقر في البلد واشنو خاصو يدير في البلد يعني هذا غادي يكون موضوع اللي يساعد الناس سواء داخل البلد سواء خارج البلد المهم كنتسنى اقتراحاتكم وتساؤلاتكم على الايميل اللي ذكرنا sumi@mulshort.net وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم وكان نبر واحد المساله مهمه جدا اللي شفتوها في البدايه ديال الفيديو اللي هو التوضيح حنا هاد الفيديوهات اللي جايين واخا غادي احيانا نهضروا بشكل قاصح شويه على بلادنا ولكن راه الهدف ديالنا ماشي هو الترهيب ماشي هو ان نكرهوا الناس في الامارات العربيه المتحده لانه دوله لا يعلى عليها صراحه حنا عشنا فيها وكنعرفوا دوله الله يعمرها دار مزيانه مستوى الخدمات العيش يعني العيش بشكل جميل جدا فيها كل شيء
ولكن حنا كنبغيو نوضحوا الناس كيفاش يجيو ما يتنصبش عليهم، يجيو ويعيشوا في هذه البلاد ويفرحوا ويدوزوا اللي دوزنا حنايا، يخرج يتسالى في المولات ويخرج يشري ويعيش ويدوز حياته، هذا يعني الامور تكون طيبه. الهدف ديالنا كنعاود نقول ان ماشي نكرهوا الناس في الامارات العربيه المتحده، بالعكس كنبغيو الناس يجيو بالمسار الصحيح، نوعيو الناس يجيو بالمسار الصحيح ونحدوا من العمليات ديال النصب والاحتيال اللي كتوقع على خوتنا المغاربه، لاننا حنا من هذا المنبر هذا ما باقينش نسمحوا لن نسمح اي واحد انه ينصب على خوتنا المغاربه. فيزا كتقال ب 700 درهم يحسبها اليوم ب 4 مليون مغربيه، حرام. نحن لن نسمح بتاتا باستمرار هذه المهزله هذه والضحك على ذقون خوتنا المغاربه. شكرا سليم، انا تنظن بان كبرينا كاع النقاط ديال هذه المقدمه ون باش العام تبدل تشوف كبر وتعلم الكلام، وبلغ حتى هو بداو يبانوا ليه في المنام، واخا حتى مسكين حول ميفو زي قدام، تعقد بوحشمو كلشي كيقول ليه انت ما